شكرا لكم، اخباركم بتمنى انكم تكونوا كتير مناح. انتم عم تحضروا فيديو جديد، مرحبا فيكم بحال قناتي الجديده، معكم انا هاتفي. بتمنى انكم تكونوا عجبتكم الفيديوهات اللي عم نزلها بقناتي انا هاتفي، وبتمنى كمان على انكم تكون عجبتكم هالفيديوهات اللي عم نزلها هون بقناتي الجديده، وراح نكمل ننزلها اكيد يعني. سو اذا انتم جداد بهالقناه بليز سبسكرايب، ما تنسوا انكم تحطوا لي كمان لايك كتير كبيرة، وكمان ما تنسوا انكم تدعموني بأنا هاتفي. اذا انتم اصلا داعميني بأنا هاتفي ادعموني هون، اذا انتم ما انكم داعميني بأنا هاتفي ادعموني هون، تمام هيك فهمت علي؟ المهم لانه انا حابة تكون نفس العيلة هون وهنيك. سو انا كتير 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 مبسوطة على انه وصلنا لها الدعم هيدا بفترة كتير 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 قصيرة. سو انا كتير كتير مبسوطة فيكم وكتير متشكرتكم، شكرا 100,000 شكر لإلكم. سو قبل ما بلش هيدا الفيديو، قبل ما بلش اعطيكم فكرة الفيديو، حابة اقلكم حابة ما تنسوا انكم تدعموني بالانستغرام انا هاتفي واحد، لانه هنيك انا عم نزل يومياتي وبنزل بكون اكتف كتير وبرد على سري على ايش هذا برد على سريلكم. انا كتير 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 مبسوطة فيكم في تعليقاتكم الحلوة، مثلكم بحبكم يا احلى احلى حلوين بالعالم. سو اليوم رح اعطيكم فكرة الفيديو. الله أكبر عليك! أكيد بتعرفوا هاي لشو؟ هاي أكيد بتعرفوها، بس الشباب ما بيعرفوها لشو، تمام؟ تعال! إيش؟ إيش هاد اللي بوشه؟ عجبتني ريحتها. إيه حلوة بعرف. تمام، مرحبا حبايبي، أنت عم تصوري؟ إيه أكيد. أصلاً ما بعرف إنه أنت عم تصوري، يعني أنا عندي كاميرا. مرحبا حبايبي، اهلا فيكم بقناتنا ذو امينوس. سو مرحبا فيكم. شو هيدي؟ ما بتعرفها لشو؟ للوش. انت اشتريت لي اياها؟ خلاص امسكي. مرحبا حبايبي، مرحبا مرة ثانية، مرحبا فيكم بقناتنا ذو امينوس. سو ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب لهالقناة ولايك وشير وكل الشغلات اللي لازم تعملوها، وما تنسوا كمان انكم تشتركوا بحسابي على انستغرام اتس مي امينوس. سو بحسابي بالانستغرام بنزل صور انا بصورها، سو ما تنسوا انكم تعملوا لي سبسكرايب فولو. anyways يلا شو بدك تقولي؟ سو هو ما بيعرف انا ليش جبته لليوم. ما بتعرف؟ بس في هون حقيبة سفر، بدنا نسافر؟ لا ما بدنا نسافر. للمالديف بليز او تايلاند. ما بدنا نسافر؟ سو ليش انت جبتيني لليوم؟ انا جبتك اليوم منشان لك هاي، يعني حسب رأيك لشو؟ انا قلت لك اصلا هيك هيك لازم هادي من ورا هيك، لازم حتى نعمل سبورتس. بمزح لل شو لل لل هيك وين للمسج تبع الراس هيك يعني. ايه وكمان في غلط تاني. شو هو؟ هو الميك اب. يعني انا رح اعمل لك الميك اب لليوم. شو حتزح انتي؟ لا ما عم بمزح. شو انا رح اعمل لك الميك اب وكمان بعمل لك باروكي وبعدين بنروح عند ماما، تمام؟ تمام. انزع النظارات. اوبا لا لا بدك تنزع النظارة. شو هيدي فكرة غبية؟ بس ما هي هذا الشعر. هيدا ليكي انتي، رح انا اعمل لك ميك اب. نو رح اعمل لك انا ميك اب. نو نو نو. على فكرة بدي اقاطعكم هلا، هيدي الفكرة انا ما بتعرفها حبايبي، هيدي الفكرة انا ما بتعرفها بمناسبة انه هيدا الشهر الفضيل مو فضيل من حدا. المهم هيدا الشهر الحلو كتير كتير هو شهر بيوم من الايام راح يكون في عيد ميلاد لآمنة. سو انا هلا بهيدي الشغلة انا ما بتعرفها، لهيك انا هلا بكل فيديو راح اهدي لها هيك كيس فيه هدية، بكل فيديو راح نصوره راح اهدي لها هدية بمناسبة عيد ميلادها، يعني راح تتجمع اكثر عدد من الهدايا، لهيك هيدي الهدايا انا ما بتعرفها اصلا، هيدي الهدايا بمناسبة عيد ميلادها، ولما بنعمل تحدي تبع صناديق او تحديات اخرى راح اعطيها جوائز، راح يعني نقدم الهدية تبع عيد ميلادها باخر الفيديو وجائزة تبع التحدي على حدا. سو بكل اخر فيديو راح اقدم لآمنة هدية مثل ما قلت لكم، مثل هيك، انا ما بتعرف الهدية وشو فيها هذا الكيس، كل فيديو كل يوم راح اعطيها هدية، اوكي؟ بمناسبة عيد ميلادك، على فكرة كل عام وانتي حية بألف خير يا حياتي. هذا الشهر انا عيد ميلادي؟ شو يعني هيدي ناسية عيد ميلادها امتى؟ عم تمزح. اوكي، يلا هلا نبلش الفيديو تبعنا ويلا بنفتح هيدا، انا بيكفي. لا عن جد ما بيكفي، رح نعمل مقلب بماما. شو يعني عم نعمل مقلب بماما؟ انا رح اعمل لك الميك اب، رح اخليك تلبس باروكي وبعدين بنروح لماما. لا 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 لا.
لا خلاص ما ما عاد في كات. لا امين خلاص لا. على فكره حبايبي لحظه التروث هو راح بباله انه انا راح اعمل انه هو راح يعمل الميك اب بس انا راح اعمل لا لا والله لا انا راح اعمل لك الميك اب امين انا والله لا مطلب ماما خلاص لا والله لا والله لا والله ليش؟ لا لا يلا يلا ببلش التحدي يلا 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 ببلش التحدي واو كل هذا الميك اب واو انت كثير ميك اب اوكي مقلب الباروكه راح نعمله مره ثانيه بماما بس هلا ما بدي انا مقالب من ماما انه ماما هلا غاضبه كثير يعني. ليش ما بعرف المهم يلا البسي هيك يلا بحط هدول بالعيون صح او بشو هاي شو هذا عاملني بالعيون اوكي تمام يلا سو قربني الكاميرا قربني الكاميرا هلا راح اعملها الميك اب سو اول اشي راح ابلش راح يعني خلصتي كلياته او ليش رميتي مثل هيك؟ لأنه أول إشي راح نبلش بالبيز of makeup or makeup base. anyways so يلا بنبلش. أنا خلصت مبارح نسيت مشتريت. أصلاً ريحته هيك يعني. طيب هيداك خلصته. هلا بس فيك تحط واقي الشمس بداله. جد؟ إيه. طيب. هي معلومة لأي حدا ما بيعرفها لو خلص لكم البرايمر حطوا مكعب ثلج. اوتش شوي شوي هاد وش هاد يلا امزجيها كمان امزجيها هلا راح نحط الفيت مي تبع ميبيلين فوكس فوكس طيب يلا هلا بنحط الميبيلين كيف بنحطها هيك ما بعرف أوتش سكبت على يدي هيك رح نحط هيك شوي شوي لكل ميك اب ارتست عم بيراقب هيدا الفيديو I'm so sorry ممكن انك تدوي شوي اوكي فيك انك تدوي شوي شوي اجذب يا امين شو بدك ما تعمل هيك طبطب شوي شوي هي بشره هي شوي شوي كات شو يعني ما بعرف انا والله ما بعرف والله. والله ما بعرف شو يعني هاي 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 شو بدي فاجئك انت كيف تعمل عم بضربك انا هيك شوي شوي طيب بكفي هلا بنحط شو بدنا نحط بدنا نغلق هاي بنغلقها شو بدنا نحط كمان رجع كل شيء لمكانه يلا هلا بنحط هايدي شو هايدي بيج سوت من ميبيلين يعني الماسكارا هي الاولى هي ثانيه ريحتها مثل الكوكب لا بالله شو لا بالله شو او ما جبت لك باليت بليز 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 جبت لي باليت الكبيره هيك هنيك بكفي يلا هلا بحط لك الباليت فرجيهم الوان شوفوا هيك الجمال رومانتك بيردز So, هلا راح احط لك شو اللون بدنا نختار هلا راح احط لك اخضر بها فرجيهم بالله الفرشايه اللي راح يحط لنا فيها الاخضر بهاي الفرشايه راح احط لها اخضر فوق عيونها وتحت عيونها اي بي ماي فيس ريست ان بيس ماي فيس شو هيك ما تنسى اكثر
يلا اعطيني وش غمز عيونك شوي شوي. طيب غمز عيونك في كتير هيك يعني ممكن نحط له هذا ذهبي هذا اللون نفس الفرشاية نفس الفرشاية اكيد يعني ما لازم نغير الفرشاية حلو طيب هلا بنغير الفرشاية بالعين الثانية لازم انا اغير الفرشاية بالعين الثانية راح نختار هذه الفرشاية راح نختار احمر مع الاخضر مع الذهبي وردي راح نختار ورد اوكي يلا. يعني مو نفس اللون بالله لا هاي العين نفسها لا بالعين الثانية مو العين تطبيقك للفرشاية خطأ لأنا كم غمزة عيونك والله حلوة حلوة كتير طيب هلا راح نختار فرشاية تاني راح نختار بهذه الفرشاية وراح نعمل شوية وراح نعمل راح أعمل هيدا اللون فيه لمعة بالضبط فيك لون عيونك لحتى نلمع العين بهذه الطريقة نلمع كذا شيء أنا بعرف أعمل ميك اب أنا ميك اب ارتست لا بالله لا بالله لا ما تقولها يلا غمض عيونك فيك تحكي عادي ليش تحكي مثل دانيا دوما واو عن جد اللوك بيجنن هيك أخضر وهيك وردي بيجنن كثير حبيته طيب وبهذه الفرشاية راح نختار هيدي الأصفر راح نختار هيدا الأصفر بهاي الفرشاية هيك بعيونها شو تحت العيون لا تحت العيون هيك بس بده يقتلني عم يخطر طيب لحد طيب انا اعملك هيك والله حلوه والله حلوه كثير والله حبيت طيب هلا رح نختار هيدي نجلوس شو اسمه ليبستيك اوكي ليبستيك وراح نحطه اسفل العيون انا بعرف انه بيحطه بالفم بس راح احطه اسفل العيون لا والله لا ما بينتزع بسهوله بس والله ما بينتزع بسهوله والله ما بينتزع بسهوله طيب تمام شو ها متخنخني والله ريحته بتجنن حبايبي يلا شو امنا طيب بدنا نكبر شوي شفايف مثل الكوريين ايه يلا حلوه عامله هيك حلوه كثير والله حلوه والله حلوه والله كبرنا الشفايف عملنا كل شيء يلا هلا بنختار شو هيدي شنو هذا شنو هذا اي شو هاد حبيت هيدا بس ما بعرف شو هو كونسيلر كونسيلر راح نحط هلا الكونسيلر بالانف حتى يضعف شوي الانف كثير كبير يلا حط الكونسيلر بالانف انا شفتك كم مره بتحطيه هيك بتحطيه كمان هيك هيك انا بحطه هيك لا يا عم لا ما تغلط العالم انت بتحطيه هيك والله ما تحلف هيك 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 بتحطيه حتى تصغري شوي الانف هاد اسمه كونتورينج وهلا هاد اصلا ما انا كنتورينج هلا رح نحطه بالاسفنجة هيك 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 شوي شوي ما تعمل هيك طبطب شوي شوي تمام تمام شوفوا انفها كتير حلو صار طيب هلا بنختار مانيكير لا هاد اسمه تكبير الانف ما بصير شو هلا بنحط هلا بناخذ هيدي الباليت من ريفولوشن هلا بنحط هيدي الباليت وراح اختار راح اختار هيدي وراح نحط الاسود شوي شوي على الباليت انا حفرتها هيدي الباليت ما بعرف شو عملت فيها طيب راحت راح نحطها اسفل عيون اوكي
في والله هيك يعني والله شاهدتها هيك يعني بيعملوها او بي اي هيك والله كتير حلوه الفكره بتكوني مثل ال... ما بعرف كيف هيك فيك توقفي لحتى تكبر لها عيونها يعني انا شفتهم بيعملوا هيك هيك كتير كتير اسود تحت العيون طيب فيك تعطيني العين الثانية؟ طيب العين الثانية رح أعطيها هيدي البني لحتى نغير شوي الألوان بالتدريج شو شو طيب كيف المفيد دمي عيني يلا قيفي يلا 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 قفلي صارت مثل الثعلب طيب يلا غمض عيونك غمض عيونك يلا صارت كتير حلوة صارت بتجنن طيب هلا رح نختار هاي لا بجنن عن جد بجنن رح اعملك من كل الباليتات على فكرة رح نختار هاي الباليت اخضر انا حبيت هذه الالوان اخضر اخضر فاتح حبيتهم كتير هلا اعطيني فمك شوية اخضر فمك حتى نضيف هيك اللمعة هلا عندنا هيدي شو هيدي ما بعرف شو هو هيدي بس رح حطوه على هيدي ما بعرف شو هيدي هو عن جد وين بيحطوه هيدي اللون هنا وين بيحطوه هيدي هيدي هنا هيك صارت قنبلة قنبلة ملك جمال العالم قنبلة عن جد لا 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 ماني ملك جمال العالم بس قنبلة جد يا حلوة يا حلوة يا حلوة انت طيب بالله شوفوا هيدا الجمال برب الكعبة هيدا جمال هيدا جمال هيدا جمال بجنن ما تعملي هيك لحتى ما تباني جميلة بس انت جميلة حلوة حبايبي نسينا الروج والله هنا بنحط الروج فوق الاخضر شو هيدا هيدا بحبه انا بنحط هيدا جلوس جلوس وين بيحطوا الجلوس شفتم انا بيحطوه هيك بالخدود لحتى يعني هيك يصير هيك يعني في لمعه هيك شغلات ما شفتها بالانستغرام والتيك توك طيب فيكي تعطيني شرب الثاني انا هلا نازله من الحرب العالميه الثالثه لا والله لا والله حلوه والله حلوه والله حلوه ما تحلف والله حلوه يلا فيك تعطيني جنب شكلي يعني انا هلا كنت حلوه 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 تشعشط انا وشي بنت شو يعني شو يعني انا ما بعرف اعمل والله حبيبي هلا بنعمل الايلاينر وين الايلاينر هنا وين الايلاينر هنا ان شاء الله ما تقع شو هتكلم شو هنا وين الايلاينر شو هون هون في هون ريلي انا والله ما لقيت الايلاينر وهذا هو الايلاينر من جيرماني راح احط له هذا الايلاينر وين وشي ليش ما بقى وين وشي هيك وشي يلا شفتي هون حتى اعمل لك الايلاينر او ليش هو صغير مثل هيك طيب يلا هلا نعطيك الايلاينر انا فيك طيب ابقي هون ابقي ابقي هنيك حتى اعمل لك الايلاينر ليه ما تحرك بليز لا على اساس اذا ما تحركت انت رح تحطه صح شكله عم يصبغ عملت لك والله عملت لك قلب والله قلب الايلاينر فكرة جديدة لك الميك اب ارتست هاي فكرة جديدة استخدموها بليز خلوها تصير ترند والله يا قلب كتير حلو فيكي هيك شفتم كمان بيعملوا هيك هلا طيب اعطيني العين الثانية رح اعمل لك والله رح اعمل لك ايلاينر حلو والله رح اعمل لك هلا ايلاينر حلو 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 هلا رح اعملها ايلاينر حلو
بجنن اكيد. طيب هلا راح نعمل امين اشهاد. شو اشهاد؟ اشهاد. طيب هلا بنرجع للباليت راح نختار هيدا اللون الوردي هاي وراح نختار هيدي الفرشاي وراح نختار هيدا الوردي ونبلش نبلش 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 نبلش. طيب اعطيني اعطيني اعطوني شيء ابيض لحتى اعمله هيك. حبايبي هيدي هي النتيجة الأخيرة. حبيتيها؟ عملت لها قلب هون بعيونها وقلب هون بوشها وعملت لها قلوب كبيرة وكتيرة وحبيبي لطيفة. كيف بنرجع الكاميرا؟ سو حبيتي اللوك؟ والله هيك يعني بتجنني. شوفي هيدا القلب يعني بجنن القلب. بنصحكم زوروا أمين هيجي لحتى تعملوا الميك اب الديلي تبعكم أو ميك اب أراسكم. بنصحكم. وهيك بنرجع الكاميرا. هلا بتشوف الفاينل لوك تبع اختي راسها. راسها كثير كبير. راسها بجنن على فكره. والله 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 على الايلاينر بتجنن. قلب هون وقلب هون وقلب هون. بدنا تمشي هو الحب 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 بينزل عليها بالسان فالنتان. سو كيف رايك يعني؟ ماما ميا وصفه امينيه وصفه ايطاليه لانه ما دخل ايطاليا. نسينا هيدا نسينا هيدا الشعب الايطالي. نسينا هيدا نسينا هيدا نسينا هيدا. شو هو هيدا اصلا؟ شو هو هيدا؟ لا امي ما تستخدمه لانه هذا علك. علك؟ ايه. طيب علك هيك بالخشب بالخشب. لا وهلا حبايبي رجعنا لكم لنهايه الفيديو بعد ما عملت انا لايك فامباير. سو شو رايك انا بهيدا الميك اب؟ جيد جدا. بنصحكم انكم طيب هلا انا راح اعطيكي اول جائزه لك اول هديه لك بمناسبه عيد ميلادك. اوكي يلا خذي هذا الكيس تكي تفرجين. ريحته كثير زاكيه. شو هاد؟ ياي يلا بفتح الكاس. ما فيني حتى اضحك. شوفوا شو هو. وين حط ايدك معي. جلسين لليدين. حلو جد والله. مغلق. طيب هلا هذه هي اول هديه لعامله بمناسبه عيد ميلادها. سو بكل فيديو راح اهديها باخر الفيديو هديه بمناسبه عيد ميلادها. اوكي يلا بنخليكي انت مع النهايه. وهيدي روح على اختك وراح خليها هلا بالنهايه مع هيدي. ما تتركني بالنهايه. ما فيني احكي بهالفيلم. ليش هالفيلم كثير مقزز. طيب راح احكيكم انا النهايه. سو حبايبي ما تنسوا انكم تعملوا بيج لايك وتنسوا انكم تعملوا لنا سبسكرايب لقناتنا دو امينوس. سو اذا عجبكم هذا الفيديو قولوا لنا اذا عجبتكم فكره امنا باول الفيديو انه انا بلبس باروكي واعمل ميك اب واروح لماما لحتى افاجئها. قولوا لنا اذا عجبكم هذا الفيديو. اكيد 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 اكيد. اوكي شكلي مع الاسنان. سو حبايبي ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب مثل ما قلت لكم. ما تنسوا انكم تفعلوا الجرس. ما تنسوا كمان انكم تتابعونا بالانستغرام. اتس مي امينوس وامنا هيجي. اوكي انا فمك لسه. ايه والله تمي لسه. حطي ثلج حطي ثلج. امسكي امسكي هيك ثلج. امسكي ثلج. فمها لسه يا جماعة. ما فيها تفتح فمها. ما عم صدق. امسكي ثلج. بسرعة بسرعة بسرعة. صدق والله ما عم صدق. بسرعة بسرعة بسرعة. فمها لسه ما فيها تفتح. يلا هلا بنتركه مع فمها لسه.